بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد على روحك يا فلاتي يا ابن النصابين. ليه بس يا عم عبده؟ ده احنا معرفه قديمه. اللي خد على الله لابد ياكل المعلوم. لا ده العمر يا عمرك عمرك في صوابعي لو ما قبتش. عيب بايه؟ بما فيش بحساب 12 قرش وسبع حمصات افيون. انا ما بنكرش. لكن ما بتدفعش. ما انت عارف. انا مش عارف جنس اهلك ايه لما تتعمر وتتسلطن ببلاش. انا كنت جاي ومامن حسين كنت جاي له. لا ده برضه فوت قدامي فوت قدامي على صاحب المال يشوف معاك حل. هو امال يا معلم ضابة ده ما يستاهلش حرق نقطة دم واحدة منك. ايوه انا ما استاهلش يا معلم. اخرس يا نصاب ده ما اتخلقش لسه ليأكل حق الضبع. يا ابو عقل مخروم يا وسخ. يا معلم صدقني يا معلم وحياة شرفك انا تحريش الشرف يا هاد. تطلع ايه دي يا دي بنتي بنتي تفاح. انت معاك كام ياض من اللي عليك ياض؟ بيقولوا ولا مليم ولا مليم. تفاكرها ايه ياض؟ يا احمى وانا ولا ايه انت؟ انا اللي كنت عشمان عشمان في حتة تسلق طولي وتنور لي مخي عشان تخليني اعرف افكر ازاي ادفع اللي عليا. عنوتة برضو اللي ريحك يا سي ضبح. انا من ايدك دي لايدك دي ومستعد اكتب لك وصل امانة. وصل امانة. وانت اللي حتجيلي من غير ما ابعت لك ولا ادور عليك. عارف ليه؟ مش مهم اعرف. انا فعلا هاخد وصل امانة بس مش على ورقة. هاخده من لحمك. عبدو يا تمناية استلم. انزلي يا بنت. ما تنزلي يا روح امي. الله انت عايز عزومه. اهلا يا معلم يا كبير. وشك ولا القمر؟ ازيك يا سكينه يا دح يا ملكه النقطه والفتح يا قمر. ما خلاص راحت ايام القمر يا رابع. قمر بالساتر يا سكينه. مستوره بنفسك يا سيد المعلمين. الله يخليكي. البنت دي هتداريها عندي ما تفرطيش فيها وانا هبقى اجي استلمها بنفسي. بقولك ايه؟ ما تغيبش عن عيني ولا تبعد عني. دي امانه وكل واجب بثمن يا سكينه. وهتأنسني لحد امتى بسلامتها؟ اهو حسب عتبتها، بس اللي هتكلفه لك هدفعه واكتر كمان. تعالي. تعالي يا ضنايا. تعالي يا اختي عشان هدور لكم نمرة عشرة عشان خاطر عيونك. ايه
ويسكي دي عايزة بقى شريب يقدرها لو ما كانتش مضروبة. مفيش حد مضروب في البيت ده غيري أنا يا معلم. مقبولة منك يا ده. بكام؟ طول عمرك واعي يا مفتحة، أنا هديكي فيها لحلوحين. لا كحكة. خمس لحليح؟ آه. وماله؟ مش خسارة فيك يا ده أبدا. جبت البت دي منين يا ضبع؟ انا ما جبتهاش، هي اللي جت. تعالي يا ضنايا لما شطفك يا عيني. هو انت كان عليكي ذنب يا ضنايا ولا عليكي ذنب؟ تعالي مالك، ما تخافيش يا بنتي، خشي عليا، خشي خشي يا حبيبتي خشي. يا خزام الباب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. عليكي الخمس لحليح ذح. مش خبط يا ضابع على الستاره، ايدي توجعني. طب كح يا ضابع. مش كده يا ضابع، حرام عليك يا ضابع، يا عيل لسه صغيره يا ضابع. مش كده يا ضابع، حرام عليك، مش عايزه يا ضابع، حرام عليك يا ضابع، حرام عليك يا ضابع. مش كده يا ضابع، حرام حرام يا ضابع، حرام عليك يا بابا. انت حلوة وانا حلوة. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. لله يا ضابع. خلاص يا بنتي هترتاحي، هريحك. وانا كنت اشتكيت لك ولا كنت اشتكيت لك؟ من يوم ما حطيتي رجلك في البيت ده عمرك ما اشتكيتي ولا لسانك قطع بالشكوى. سامحيني يا تفاحة. ردي عليا يا خالتي، ردي عليا يا خالتي. انت صحيح هتسيبيني يا خالتي وانا هتعملي مش سامعاني زي عوايدك؟
ده انا من يوم رجلي ما دخلت البيت ده في الليله المهببه وانت بتسمعي اللي انت عايزاه وما بتسمعيش اللي انا عايزاه. ولما انا زي بنتك صحيح اللي سبت اللي جرالي ده يجرالي ليه؟ صحيح من يوم ابويا ما مات في السجن وانت ما خليتنيش احتاج لحد كنت اصبط دموعك اصدقك افتكر جرحي اكدبك. مش عارفه ما بقتش عارفه راحتي من عذابك. خالتي خالتي الحمد لله انا وهي خالتي انا اهو خالتي يا ما انت كريم يا رب. سامعيني يا بنتي؟ خلاص يا خالتي اللي راح راح. لا انت العوض انت عوضي يا بنتي. انا خلاص انا خلصت يا تفاحه. ما تقوليش كده يا خالتي ما تقوليش كده. انا اكلوني لحم ورموني عظم وفي رجاله يا بنتي ما بتعتاش حتى العظم. بس انا عظمتي ناشفه بقيت اخد اكتر منهم وبقيت اضحك على العقر اللي فيهم واكنس واكنس واكنس. بصي راحة فين بس يا خالتي وانتي تعبانه. ايوه يا خالتي بس انتي تعبانه. ايوه ايوه سيبيني. حاسبي بس يا خالتي حاسبي. بصي تعالي بصي بتعملي ايه بس؟ تعالي بصي يا بنتي بصي اقعدي شوفي ده مش عوضي ده ليك انتي. انا رسمالي يا بنتي كان دمي ولحمي لكن رسمالك انت ده سلاح سلاح سلاحك. خالتي انت خالتي خالتي قومي يا خالتي قومي انت تعبان قومي اتغدي بيها يا تفاحة قبل ما يتحشوا بيك. الضبح صحيح دخل السجن لكن في مليون ضبح غيره ومسيله يطلع. خلي بالك من نفسك يا بنتي. وادي عفاريت الدفع الليلة دي فوري مش عالنوتة وقبل التسليم. بس مطلوبك حراق قوي يا معلمة. ده ولا الضبع في زمانه يشعللها كده. الضبع فكرك صبيان وهيشعللوها زي كده؟ اللي عايز النار يستحمل لسعتها. خلاص شعلليها يا معلمة من اجل رفع مستوى العجوة يا كبيرة. ربنا يفك سجنك بقى يا ضبع. حرجة هبة.
عندها الدكتور نديم بسرعة. حاضر. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. عادل في ايه يا دكتور؟ ولا حاجة، ممكن تستنى برا شوية؟ هيروح مني يا عم خميس، هيتخطف، هيتخطف يا عم خميس. ادي الله وتحكمته، الدنيا ملهاش امان، تدي باليمين وتاخد بالشمال. شجرة صبر زهرها مر وجذرها تعبان. دور العربية بسرعة يا سحفان. حاضر.
والعمل ده احنا ورانا سد. قول يا زعفان، ده باين عليه عمره قصير. ما تحاولوا تردوه، ده باين عليه رمه واحنا هنطلع خمه. محدش منكم يتحرك الا لما اقول لكم. شخشخيله بالمحسوس، ياما بدل متكيفه على قرع بس مرسوم. دكتور نادين. ست فاكيها، انا هوفر عليكي اي كلام هتقوليه. اللي بتعمليه ده غلط ولازم نصلحه. نصلحه ازاي يا دكتور؟ تاخده عاطف وتشرحوه، ده يبقى حلال ولا حرام؟ ابنك مات يا ست فاكيها، مات، والتشريح بالنسبه له ملوش اي تاثير. تعذيب ليا انا، انا امه يا دكتور، امه. بس ده قانون، والقانون. يا دكتور نديم خلي مخك كبير، فكرنا زي غيرنا. التاجر من دول ما يوقعش الا اذا كانت عليه اخباريه، وساحه الزنقه ما يوقعش غير المغفلين. لان القانون ما بيحميش المغفلين. امال بيحمي مين؟ المفتحين. هما المفتحين عايزين حمايه. طب خلينا مفتحين، ويا بخت من نفع واستنفع يا دكتور. ست فاكيها، دي تاني مرة تغلطي في حقي. إذا كان ابنك عزيز عليكي بصحيح، فما تشتريش سكوتي بالفلوس. وإذا كان عاطف عاشق، موته يكون شعاع نور.